أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أود أن أشارك معكم هذه الآية التي تقول: لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه، إلى الأبد يحفظون. هدفنا الأسمى أن نظهر الحق والحق فقط لكم. أحد الاعتراضات أيضا أو الأسئلة أنهم يعترضون على سفر نشيد الأنشاد الذي يتكلم عن فيه أقوال قد تبدو نوعا من الغزل، أنا لحبيبي وحبيبي لي وهكذا. فالاعتراض أنه هناك غزل فاضح ويبدو كأنه حديث بين عاشقين، وأن به ألفاظ أيضا غير لائقة، فما تعليقك على هذا؟ هو طبعا سفر نشيد الأناشيد بيعتبر سفر خاص لا يفهمه الإنسان الطبيعي العادي، لأن تعرف أن الإنسان مكون من جسد وروح. نعم. الجسد يفعل الخطية، الروح يسمو إلى الله. نعم. الكتاب بيقول كده، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. نعم. فالناس الجسدانيين يفهموا هذا السفر بطريقة جسدانية شهوانية، الجسديين. نعم. الإنسان الروحي يفهمه بطريقة روحانية. نعم. وعشان كده في القديم، في العهد القديم، كانوا محذرين ومنعين إن غير الناضجين روحيا إن هم يقروه. كانش في متناول يد الكل. نعم. لازم يكتمل فيه نضوج روحي معين يفهم الكنايات الروحانية. نعم. وراء هذه الكلمات. نعم. فعشان كده كل المشكلة اللي أنا بشوفها إن اللي بينتقد هذا الكتاب هو إنسان جسدي، فكل تصوراته جسدية. يعني لو الواحد لابس نظارة زرقاء هيشوف كل الدنيا زرقاء. هل لك أن تشارك مع المشاهدين إذن المعاني الروحية التي تتكلم عنها؟ طبعا بالتأكيد. نعم. بس قبل ما أشارك في المعاني الروحية عايز أشير إلى حقيقة مهمة. تفضل. أن هذا السفر شعر، والشعر مليء بالكلام البلاغي والصور البلاغية والمجاز، فلا يمكن أن يفهم لترالي يعني حرفيا، لكن يفهم كتشبيه له كناية وله في تورية وصورة بلاغية تعني معاني روحية فائقة. دي واحد. حاجة تانية، أن هذا السفر أخذ من أنه عريس وعروس، يعني رباط مقدس بين زوجين. نعم. مش عشق فاضح بين ناس ما يعرفوش بعض. دي النقطة اللي بتفيض على الإنسان. نعم. يعني لما واحد يشوف شخص واقف بيقبل امرأته وهو بيودعها أو بيستقبل الجاي من سفر، نعم، حدش هيقول اخس 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 الراجل ده بيعمل كده ليه؟ يا عم دي امرأته. لكن ممكن ينتقد الأمر لو ما فيش علاقة زوجية بعشق. فإذا الفعل واحد ينتقد في العلاقة غير الشرعية، ولكن يمتدح في علاقة شرعية. فده الأمر اللي أنا عايز ألفت نظر اللي بيعترضوا إليه، إن الكتاب مش بيتكلم عن علاقة عشق بين اتنين ما يعرفوش بعض. ده علاقة زوجية مقدسة، علاقة بين زوج وزوجة، زوج وزوجة، عريس وعروس، علاقة الله بشعبه اللي هو بيحبه في ارتباط واتحاد واحد. دي حاجة. الحتة التانية بقى اللي أنا عايز أشير إليها، مش ربنا اللي خلق الجنس؟ وطالما الجنس في وضعه الشرعي، هل هناك خطية في التعبيرات الراقية التي تسمو إلى المعاني الروحية؟ فأنت تقول أن الجنس في الوضع الشرعي هو ليس بخطية. ليس بخطية، وإلا يبقى نحرم كل الزواجات، الزيجات اللي موجودة في الدنيا بقى. نعم. مش كده؟ علاوة على أن لو جينا للقرآن، ما الاعتراض جاي من جهة إسلامية. نعم. فبنرد من واقع الكلام في سورة النساء آية 24.
يقول إيه؟ قد استمتعتم به منهن فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، ده زواج المتعة. يعني بيدفع فلوس عشان خاطر يقضي ليلة ولا وقت. طب ليه ما فيش اعتراض على الحتة دي؟ هو سفر نشيد الأناشيد ما وصلش للمستوى ده؟ لا طبعا، بس يعني في لازم الإنسان يفهم طبعا. المسلم عنده تحليل لهذا الموقف يعني وتبرير، بس يعني لما نيجي نقول وبالدليل على كده أن زواج المتعة لغاها عمر بن الخطاب، يعني مورس في أيام محمد، مورس في أيام أبو بكر، مورس في الأيام الأولى من حكم عمر بن الخطاب، وبعد هذا هو اللي لغاه زواج المتعة بأحاديث طويلة ما فيش مجال. ولكن هذا النوع من الزواج لا زال يمارس الآن عند الشيعة بيمارس، لكن السنة من يوم عمر بن الخطاب ما لغاه خلاص. لكن ما يقول لك كده ما مارسه النبي ومارسناه معا، فدي قضية تانية. طيب ليه المعترض على سفر نشيد الأناشيد ما بيعترضش أيضا على سورة الطور آية 19؟ سورة الطور، الطور، الطور آية 19، نعم، اللي هو تمتع بحوريات الجنة، وزوجناهم بحور العين أبكارا، وسورة الواقعة فجعلناهن أبكارا. واحد يقول لي لا ده المعنى ما هوش متعة جنسية، دلوقتي ماشيين في المعنى الروحي برضه، يقول لك لا ده معنى روحي مش جنسي. في هنا كتاب اسمه خواطر مسلم في المسألة الجنسية، بتاع الأستاذ محمد جلال كشك. الكتاب ده بعد ما أصدره محمد جلال كشك صدر، فرفع قضية، فودوا الكتاب الأزهر علشان خاطر يعملوا لجنة لدراسته، فدرسوه فما لقوش فيه غلط، الكلام كله صح. ففي المحكمة حكمت المحكمة برفع إيه؟ مصادرة الكتاب، وحاطط هو الأحكام دي كلها. بيقول إيه بقى محمد جلال كشك في الموضوع؟ بيقول إنه ثابت بنص القرآن أن حور العين هن للاستمتاع الجنسي في السماء. هي مش اسمها سماء بقى، جنة، الجنة، الجنة. للاستمتاع الجنسي. طب سفر نشيد الأناشيد ما بيقولش كده يا جماعة. الشيخ الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يقول إيه عن الجنة؟ والجنة مزينة بالحور العين من الحسام كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يعني ما هذا نصيب الرجل المسلم في الجنة. في الجنة. يا ترى ما نصيب المرأة في الجنة؟ الله لا نريد أعلم، لا نريد أن نطرق هذا الموضوع. الله أعلم. يمشين في درجات الجنان. بص اللي جاي. إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها 70,000 من الولدان، غانجات عاطرات آمنات من الهرم. طيب احنا سفر نشيد الأناشيد في الكلام ده؟ طب ازاي بتنتقد كلام راقي سامي وانت عندك الكلام ده اللي عليه علامات استفهام كبيرة؟ بنسأل. ويضيف الأستاذ جلال كشكي يقول ايه عن اللذة والمتعة في الجنة؟ يقول لا مجال لأي خجل أو استخزاء من ناحية المطالب الحسية للجسد. ويكمل قائلا فليس في الجسد عيب أو قباحة ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة في هذه الدنيا ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حدود في الآخرة. خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 211. نشيد الأناشيد بيتكلم عن كده، ده بيتكلم عن علاقة راقية
بمعنى ومغزى روحي سامي. طيب ده رباط مقدس. طب الألفاظ الجنسية اللي انت كنت سألتني عليها ايه المعاني الروحية بتاعتها؟ نعم. فمثلا ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، المعنى الحرفي القبلة العادي. حتى لو كانت بالمعنى الحرفي وهذا غير موجود بين زوج وزوجة ما هوش أمر فاضح، واضح ليه؟ لكن المغزى الروحي الحب، القبلة علامة المحبة. عشان كده في أقدس أوقاتنا في الكنيسة في القداس نقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، مش قبلة بالفم، لا قبلة الحب المصالحة، وهي عادة أصلا موجودة في الشرق أيضا، في الشرق دليل المحبة يعني. نعم. لكن كل شيء طاهر للطاهرين. نعم. أما النجسون وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، لأنه قد تنجس ضميرهم أيضا. يبقى إذن العبرة مش بالكلام، العبرة في اللي بيقرأ. أنت تقول هذا عن أي إنسان يسيء التفكير بغض النظر. بغض النظر. نعم. المعترض. نعم. المعترض. طيب نيجي لكلمة إيه اللي يثبت بقى إن ده مش حب غزل بين عشيقين. في بعض عبارات لا تطاق بين عشيقين، يعني مثلا نقول إيه، العروس تقول له اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة. ده عشق ناس، أحبتك العذارة. العشيقين في غيرة عايزاه لها ومش حد تاني أبدا يبقى وياها، حبتك العذارة. يبقى ده بيخرج المعنى انه عشق الى انه حب الهي. النفس المؤمنة تقول لك زي ما قالت اجذبني وراءك فنجري كلنا. لكن العاشق والعشيقة بيداروا من الناس وقعدوا يتقابلوا لوحدهم على انفراد. اذا هو يتكلم عن المحبة الانسان الى الله في هذا الاصحاح. هذا الاصحاح في هذا السفر. ليس من السهل في هذا السفر كام. نعم. ليس من السهل على الانسان انه يستوعب هذا الكلام. الانسان الطبيعي. الانسان العادي. لان الكتاب المقدس يقول كذا، الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، طبيعي يعني الجسدي. لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهالة. اما الروحي فيحكم في كل شيء. القضية والمشكلة أن المسيحية أعطت للإنسان سموا روحيا، طبيعة. نعم. روحية، خلقة جديدة. نعم. فالإنسان بالخلقة الجديدة بيتغير فكره، بيتغير نظرته، بيتغير دوافعه، بيتغير كل حاجة في حياته، بيبقى إنسان روحاني. نعم. بحياتك. نعم. لكن الإنسان المعترض ما بيفهمش حاجة في الروحاني، فلما بتقول له اكذبني وراءك فنجري. عمر ما في عاشقه. نعم. تحب حد يجري وراها وراء عشيقها. مش كده؟ في من ناحيه العريس بقى برضه، احنا عارفين ان العاشق ما يحبش حد يبص لعشيقته اطلاقا. لكن في السفر بغير كده، يقول لها ارعي جداءك عند مساكن الرعاه. ده عاشق ده. لما بتقول له اخبرني اين تسكن، اين تربض عند الظهيره. الا ان كنت لا تعرفي ايتها الجميله بين النساء فارعي جداءك عند مساكن الرعاه. انت مش خايف عليها؟ طب العاشق يقول لها روح عند الرعاه عند الناس. دي حكايه. لا، لانه مش عشق جسدي، ده عشق روحي. روحي عند الرعاه ليرعوا حياتك، ليرعوا نفسك، ليعرفوك الطريق، ليقدموا لك الغذاء باسمي. لان دول رعاه بتوعي. اذا ده كله بينفي عن سفر نشيد الاناشيد انه سفر غزل وكلام فاضح. نعم. لكنه معنى روحي سامي بكل هذه الابعاد. نعم. علاقه حب الهي وعشق الهي. عايز اقول لك حاجه، طب العشق الالهي ده موجود في الاسلام. عند الصوفية مع تحفظي، يعني لما أقول الصوفية عشان الحاجات التانية اللي عندهم، لكن الصوفية يعني مثلا واحدة زي ربع العدوية شهيدة العشق الإلهي. ربع العدوية. نعم. اسمها مشهور طبعا. نعم. بتقول له أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. واما الذي انت اهل له
فكشفك للحجب حتى أراك. عشق، عشق طاهر، عشق طاهر. كلمات جميلة، جميلة. لا نستطيع أن ننكر هذا الكلام. طبعا نعم. إذن سفر النشيد أناشيد نوع من هذا النوع، الحب الإلهي اللي اكتشفته ربع العدوية وتكلمت عنه. نعم نعم. بس نعم، أنا أذكر آية جميلة أيضا، وأنت تتكلم أنه ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن، لمين؟ ما أعده الله، ما أعده الله الذين يحبونه. نعم. هناك أيضا سؤال أو تعليق آخر، تساؤلات، أنه في القرآن ذكر مرارا وتكرارا عن المسيح أو عن النبي عيسى كما يقال، والسؤال هنا أنه ألم يتنبأ الإنجيل والتوراة بمجيء محمد؟ في استغراب شديد هون، أنه كيف أنه لم يذكر أبدا، أو هل ذكر؟ السؤال يعني عندكم. طبعا هو الإيمان الإسلامي في القرآن أن التوراة تنبأت هي والإنجيل عن مجيء محمد، وعشان كده الأناجيل اللي مش موجود فيها اسم محمد والنبوة دي يقول لك اتحرفت، لأن لو ما اتحرفتش كانوا لقينا الاسم فيها. في حين الكلام ده مش سليم لسبب بسيط، لأن الحتة اللي بيقولوا عليها إن دي نبوة عن محمد موجودة في لما كان السيد المسيح بيتكلم عن الروح القدس، لما بيتكلم المسيح عن الروح القدس. نعم. بقول سأرسل لكم الروح القدس المعزي يمكث معكم إلى الأبد. نعم. يأخذ مما لي ويعطيكم. الروح القدس المعزي، كلمة معزي كلمة يونانية اسمها باراكليتوس. فالمفسرين والباحثين قالوا يبقى هو الباراكليتوس ده اللي هو محمد. طب ليه يا جماعة؟ الأصل في باراكليتيس باليوناني اسمها شيء حميد أو أحمد من هذا الحميد. أفعل التفضيل. نعم. أحمد، وأحمد يبقى هو محمد. لأنه من نفس المصدر. فهناك التباس في تفسير الكلمة اليونانية باراكليتوس. بدليل أن الكلام يفهم بالقرائن. نعم. يعني لما يقول أرسل لكم الروح القدس المعزي الذي يمكث فيكم إلى الأبد. إلى الأبد، هذا ينفي أي إنسان يقدر يمكث للأبد في حياة بني آدم. نعم. مش كده؟ وبعدين يقول ايه؟ ياخذ مما لي ويعطيكم. محمد ما اخذش من المسيح وادى لحد. لا، ده لغى المسيح خالص. لغى الصلب ولغى الفداء ولغى. وبعدين يقول لك ذاك يمجدني. يمجدني. فالملابسات مختلفة، القرائن مختلفة. نعم. يقول لأنه موجود معكم ويحل فيكم. طب هو محمد كان موجود معاهم في أيام المسيح وحل فيهم؟ واخد راحتك؟ نعم. فالقرائن بتثبت أن الكلام ده لا يخص أي إنسان، أي إنسان، لكن يخص روح الله القدوس، الروح القدس الذي يمكث معكم إلى الأبد، وهو روح الله، وهو روح. نعم. شكرا. هناك أيضا وصلتنا رسائل تذكر عن الآية التي تقول في القرآن كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، والناس تتساءل كيف تقولون أنتم أنه يوجد ثلاث آلهة، الآب والابن وروح القدس؟ موضوع التثليث في تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع. بالرغم من أنا مبسوط أن السؤال ده يرد ويجي، لأن ده دليل أن في ناس جداد. نعم. بيجوا يشاهدوا البرامج. نعم. لأن إحنا في البرامج اللي فاتت قديمة اتكلمنا عن الموضوع ده بتوسع قوي. نعم. ولو كان خمس جلسات. ولو بإجازة الموضوع يتكرر كثيرا. لا، ما ده كويس إن الناس بتسأل يعني. نعم. شيء حلو. نعم. باختصار بسيط جدا، نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة. دي واحد، لأننا نقول إله واحد. آمين. نعم. إله واحد، والقرآن يشهد أيضا لنا ان احنا موحدين بالله.
لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. نعم، وهذه شهادة المسلمين المسيحيين. مسيحيين؟ لكن ماذا تقول أنت بلسان المسيحيين عن هذا الأمر؟ يعني إيه؟ سؤال وضح. يعني المسلم في القرآن يشهد أن هناك إله واحد للمسيحي. لما أنت تقول الآب والابن والروح القدس. هذا الأمر أناس يعمل التباس. نعم، يعني هو مصدر التباس لأناس كثيرين. أول حاجة أنا قلت إن إحنا بنؤمن بإله واحد. نعم. وبشهادة القرآن إحنا بنؤمن بإله واحد. نعم. طيب معنى إيه آب وابن وروح قدس؟ نعم، تفضل. خلاص؟ أو لازم نفهم جيدا أن الكلام لا يؤخذ حرفيا. ودايما بنتكلم، وطبعا الجماعة الأحباء المسلمين دول أرباب اللغة العربية، فعارفين أن في كلام بلاغي مجازي له معاني أخرى غير المعاني الحقيقية. فلما نقول الآب مش قصدنا أب رجل مال يعني. نعم. ولما نقول الابن مش معناه أنه هو مولود وراجل خلف وجاب. نعم. وعشان كده القرآن بيطعن في ثالوث آخر غير ثالوثنا. ازاي بقى؟ يقول لك ايه؟ أنى يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة. يبقى إذا صاحبة. يقول لك يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني يبقوا ثلاثة. وديت كلام عن بدعة كانت ظهرت قبل الإسلام وحربتها المسيحية. نعم. اسمها بدعة المريميين. نعم. اللي زي المصريين القدماء المصريين إزيس وأوزوريس وحورس. إزيس الميل، إزيس الأنثى الفيميل، وأوزوريس جوزها، وحورس ابنهم، دول الآلهة. ففي ناس جم في المسيحية ففاهمين أن المسيحية بتقول كده. اسمهم المريميين. نعم. المسيحية شجبتهم حرمتهم. وجاء الإسلام أيضا فوجد شيعة منها في الجزيرة العربية فكتب ضدهم أيضا. لكن لا يمس الثالوث بتاعنا أبدا، لأننا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن تزوج واحدة امرأة صاحبة وأنجب ابنا. حاشا لله، حاشا لله. طب أمال إزاي بقى أب وابن بالمعنى؟ نعم. البلاغي أو المجازي. نعم. بنقول إن الأب أصل الوجود. ليه؟ لأن في علم الحديث، في علم التوحيد أو علم الكلام الإسلامي يؤمنون أن الله ذات وله صفات ذاتية غير الصفات الفعلية. يعني مثلا الله خالق، خالق جاي من خلق فعل. نعم. لكن الله موجود، ده موجود بذاته. دي حاجة تخص. نعم. لو الله مش موجود يبقى مفيش الله. فقالوا العلماء بتوع التوحيد أو علم الكلام اللي هم نسميهم علماء اللاهوت عندنا، قالوا إن الله موجود حي، دي الصفات الأساسية أو الذاتية. الله موجود وحي وعالم أو عاقل. وبدون الصفات دي لا يمكن أن يكون هناك إله. الله موجود، الله حي، لازم الله عاقل، ما الحيث لأن الناس عاقلين إزاي. نعم. هذه الصفات الثلاثة الأساسية والجوهرية والصفات الذاتية هي نفس اللي احنا بنقول عليه، بس ادنا لهم تسمية تانية. وهي قلنا الآب أصل الوجود. والابن هو ابن الأفكار. نعم. العقل. والروح هو الحياة، والثلاثة في واحد. يعني أنت كإنسان وأنا كإنسان. نعم. أنت عندك وجود وفيك عقل وفيك روح، وأنت ما أنتش ثلاثة، أنت واحد. فهذا ما نقوله عن الله الموجود بذاته. والناطق بكلمته الابن بانتشافه، والموجود بروحه، حي بروحه. هؤلاء الثلاثة هم واحد، عشان كده قلت تثليث. لكن هناك أناس يقولون أنه أنتم تقولون عن الابن عن عيسى، عن المسيح. هو الابن، أنا بعتقد أن ده ممكن يكون سؤال منفصل عشان وقت البرنامج. إزاي إحنا بنقول عن المسيح ابن؟
فأنا بعتقد أن وقت البرنامج دلوقتي قارب على الانتهاء، يعني عندنا دقيقتين فخليه لمناقشة تانية اللي هو كون المسيح ابن لله إزاي نقول ابن. نعم. اللي هو البنوة لما نقول بنات الأفكار وبنت الشفاة مش قصدها برضو بالمعنى الجسدي. نعم. الزواج دي بقى كلمات بلاغية. نعم. مجازية. فالمسيح ابن الله مش جواز. لكن الله ظهر في المسيح. نعم. الابن. واعتقد ده موضوع ممكن احنا نمسه لو سألتني في وقت اكثر اتساعا في هذا الموضوع. نعم. لكن المجمل اللي انا عايز اقوله ان بدل الناس ما تعترض لمجرد السماع عليها ان تسأل اولا، وده أمر قرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما يسألونا وإحنا ما نعرفش نرد يبقى يفكروا لهم عايزين يفكروا، لكن ينتقدون ويفتروا علينا من غير ما يسألونا، هو ده الأمر غير منطقي وغير معقول. هناك سؤال أخير ونحتاج إلى إجابة سريعة، أتحب المسلم ولماذا؟ أنا أحب كل العالم، أحب خلاص كل نفس. أحب المسلم والدرزي والكافر والملحد. نعم. أحب كل إنسان. نعم. لأن الله هكذا أحب الله العالم، وكل من نال المسيح في حياته والله في حياته لابد أن يحب من خلال قلب الله، وإن كان قد قال لنا أحب أعداءكم أفلا نحب إخواننا في الوطن وفي البشرية. نعم. نحن نحبهم ونحب خلاص نفسهم. نعم. وإحنا يعني البرامج دي كلها عبارة عن الحوارات الدينية دي عشان ايه؟ عشان خلاص. لقد أدركنا الوقت، شكرا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، كانت لنا فرصة طيبة أن نتكلم عن مواضيع قد تكون شائكة لأغلبية الناس، لكن لنا هدف أسمى هو إظهار الحق أمام الله، ونعلم أننا سنحاسب على هذا الحق أمام عرش الله. لذلك ارفع قلبك معي الله وأطلب أن يظهر لك الحق بنفسه. شكرا لكم، نرحب بأسئلتكم وجميعها، وعلى الشاشة الآن ترون كل العناوين للاتصال بنا. شكرا وإلى اللقاء.